اثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك اثبت مكانك ده نور الشمس راجع يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع اثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك اثبت مكانك ده عينك شايفة الدليل ابعد عنهم وسيب الحيط عليهم تميل اثبت مكانك قلب الوطن اتجرح وصوت الحرية خلاص اتنبح كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك ندل اثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك اثبت مكانك انت نور الفجر وهتافك صوت وعلى من صوت الرصاص والغدر اثبت مكانك ودعي ويا الأذان لك رب اسمه الحق والعدل والسلام اثبت مكانك وكتفك في كتف اخوك لو مهما راح تروح الفكرة مش هتموت كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش انت بتقول كرامة هم يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك ندل احساسك ما بيتوصفش كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك نادل برافو برافو يعني الحقيقه انا مش عارف اقول لكم ايه اهلا امير هواري شريف يعني انا مش عارف اقدمهم ازاي بس الحقيقه زي ما قلت لكم قبل كده يعني كايروكي دول يعني مجموعه شباب متميزين جدا موهوبين جدا اصواتهم جميله جدا كلنا بنغني اغانيهم قبل الثوره وبعد الثوره وفي الثوره قاعدين في الميدان ليل نهار مش عارف يمكن احنا جايبينهم من الميدان حتى النهارده يا انا حبيت اقدمهم النهارده وهم نموذج رائع وجميل جدا للشباب الموهوب جدا اللي بيقدموا كلمات جميله الحان جميله واصوات جميله اخباركم ايه تمام الحمد لله ايه بقى احكوا لي الفكره جت ازاي احكي لنا امير اولا شكرا على المقدمه الجميله دي حقكم احنا الفكره ابتدت واحنا من حوالي 8 سنين احنا كلنا متربيين مع بعض يعني ساكنين في حته واحده واصحاب من زمان فين معادي كلنا وجمعنا مع بعض وقررنا نعمل باند كأي شباب عادي وقعدنا نلعب وكده بعد كده بدأنا قعدنا نخبط شويه طبعا بتاع 5 سنين مثلا وبعدين في النص بدأنا نلاقي نفسنا ونفهم احنا عايزين نتكلم في ايه ونقول ايه وكده
ومن هنا ابتدت كايروكي من حوالي 2007 2008 ان احنا عارفين احنا عايزين ايه, بنكتب كلام عن مواضيع معانا, احنا بنكتب كلامنا ونلحنه ونوزعه كل حاجتنا. ومن هنا بقى ابتدت كايروكي. يعني كايروكي مفتاح القاهره تتفهم, ممكن تتفهم كذا طريقه. او ايه يعني. انت قصدك ايه؟ احنا كان قصدنا كاريوكي اللي هو اللي بتشغل مزيكا وتغني عليها. احنا قصدنا ان القاهره هي الحاجه اللي احنا بنغني عليها. فكنا كايروكي بدل كاريوكي. يعني ايه هواري الفكره جت ازاي؟ احكي لنا بقى الانسجام ده حصل ازاي. يعني انسجام ما بيننا في المزيكا ولا انسجام كاشخاص؟ في المزيكا كاشخاص ده اكيد. كمزيكا احنا اصلا من الاول يعني احنا اصلا اصحاب من قبل ما نلعب مزيكا. فطبيعي يعني كلنا بنسمع نفس الحاجه. يعني مثلا امير يجي يسمعني اغنيه, بص الاغنيه دي عامله ازاي. فاحنا من الاول اصلا ذوقنا زي بعض. ف بالنسبه لنا يعني في ساعات مثلا بندات يواجهوا مشاكل ان هم حد بيبقى عايز يلعب نوع مزيكا معين وشخص تاني مثلا بيبقى عايز يلعب نوع مزيكا مختلف. فاحنا من الاول واحنا متفقين على الوجهه اللي احنا عايزين نروحها موسيقيا لحد ما, مع ان احنا مش متفقين على حاجه. هو احنا يعني ذوقنا كله زي بعض. ده بالنسبه كمزيكا. يعني ككلام طبعا يعني هو امير هو اللي بيكتب معظم الكلام بتاعنا وتقريبا 99% منه. وطبعا امير يعني بالنسبه لي انا يعني انا بشوفه هو شخص تطور جدا. يعني هو بقى حاجه انا شايفها يعني انا اشكر فيه شويه بس هو مش متعود على لا 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 بس هو حاجه نادره. يعني هو بالنسبه لي حاجه نادره ان هو مش اللي هو مطرب بقى وخلاص, مش بيطلع يغني حاجه مثلا بتاعت حد, مش بيعمل حاجه هو مش مؤمن بيها, مش بيعمل حاجه بالنسبه له مثلا اللي هو خلاص تأديت غلط عشان ابقى اطلع في السبوت لايت وخلاص. فده بالنسبه لامير مثلا انا شايف التطور بتاعه. ايه تاني ممكن اتكلم على شريف شويه مثلا؟ عملتوها ازاي الفرقه الجميله دي؟ انتوا سنه بعض كلكم ولا لا؟ انا اصغر منهم وعبير اكبر واحد هواري اصغر. انت دارس ايه؟ انا دارس بيزنس اصلا, مش دارس بيزنس. مش دارس مزيكا. وهواري بزنس ادمنستريشن بقى. امير بزنس اي تي. مفيش اي تي, ده مفيش علاقه خالص بالمزيكا. الفكره اكتر ان احنا بنطلع شخصيتنا في المزيكا اللي بنعملها, مش احنا مش بنصطنع كلام مثلا او ناخد كلام حد ونغنيه كده. لا احنا الموضوع اكتر يعني حاجه احنا كلنا متفق عليها وبنحسها ومواضيع كلنا متفق عليها ونطلع ده في مزيكتنا. حتى التوزيع وكده بنطلع يعني بيبقى مع يعني كله انفلونس يعني يعني باللي احنا كنا بنسمعه. كلنا بنسمع نفس الحاجات قريبه من بعض. احنا عندنا حاجه غريبه برضه, احنا يعني كل حاجه احنا بنعملها نفسنا. يعني احنا عندنا الاستوديو بتاعنا بنسجل فيه حاجتنا كلها, مش عشان ما نعتمدش على منتج يتحكم فينا ويقول لنا نعمل ايه ونروح فين. فبنحاول دايما ان احنا بنحب الموضوع ده, لو بطلنا نحبه هنبطله. يعني مش اللي هو بنعمله عشان هدف معين يعني. فدي مش الربح يعني بالظبط. واحنا كلنا عارفين يعني ايه باند. يعني كل واحد ليه دور رئيسي اكتر. يعني مفيش حاجه اسمها مغني وبعد كده الناس بتلعب معاه موسيقى. لا, في مغني وفي موزع وفي عازف جيتار وعازف جيتار زيه زي المغني. كلنا بنكمل بعض. لو واحد فينا واقع دايما بتحصل مشكله. والنهارده في اتنين غايبين معانا, ادم البيزست وتامر الدرامر. كنا نحب يكونوا موجودين معانا طبعا. هنسمع ايه؟ الحقيقه اغاني كلها بتاعتكم حلوه قوي, بس يعني في شخص غالي عليا جدا طالب مني يا الميدان, فاسمحوا لي بقى عشان انا اول طلب ليا يا الميدان. اتفضل. طبعا معلش عايده الايوبي النهارده بس من حقيقه من هنا عايده طبعا فنانة عظيمه وجميله. غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا, ايد واحدة نار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل. صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا باليها معنا, مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع. يا الميدان كنت فين من زمان, هديت السور نورت النور لمت حواليك شعب مكسور.
اتولدنا من جديد واتولد الحلم العاني بنختلف والنية صافية اوقات الصورة ما كانتش واضحة منصوم بلدنا وولاد ولادنا وحق اللي راحوا من شبابنا يا يا الميدان كنت فين من زمان معك حسينا وابتدينا بعد ما بعدنا وانتهينا لازم بايدينا نغير نفسينا اديتنا كتير والباقي علينا ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة ونرجع تاني ننسى اللي فات ونحكي عنك في الحكايات يا يا الميدان كنت فين من زمان ميدان مليان انواع اللي بايع والشجاع في اللي حابب واللي راكب واللي بيزعق واللي ساكت نتجمع نشرب الشاي والحق عرفنا نجيبه ازاي خليت العالم يسمعوا والجيران يتجمعوا يا يا الميدان كنت فين من زمان فكرتنا هي قوتنا وسلاحنا في وحدتنا ميدان بيقول الحق بيقول للظالم دايما لا ميدان زي الموجة ناس ركبة وناس مشدودة ناس برا بيقولوا دي هوجة والأعمال مكتوبة يا كنت فين من زمان كان فين الميدان من زمان اظن الاغاني في اغاني عندكم قبل الثوره وفي اغاني بعد الثوره بعد الثوره ايه اللي اتولد بقى في الميدان وانتوا كنتوا موجودين في الميدان اللي اتولد في الميدان في الميدان دي كانت واحده في اغنيه صوت الحريه اتولدت في الميدان كانت فتره انتوا نزلتوا من يوم كام يوم انا نزلت يوم 25 وهواري انا نزلت خالص شريف لا نزلت بعد 28 وبعدين امير فنزلت يوم 25 كنت نازل عادي جدا يعني ما كنتش فاهم يعني نازل قوي ليز وقتها قد ما انا فاهم ان انا يعني حاسس ان المناخ مش مريح حواليا وبعمل اغاني عن المواضيع دي من زمان ان احنا ساكتين وما بنعملش حاجه وان احنا بنرضى بالظلم ومفيش عدل والحاجات دي واحنا مكملين حياتنا عادي فكان احساسي ان انا لازم انزل واجب عليا فنزلت بقى من هنا ابتدت بقى القصه بقى كلها ان عرفت بقى يعني حبيت الشعب المصري جدا وشفت احسن ناس شفتهم في حياتي الوقت ده واكتر ناس شفت عندهم يعني عايزين عندهم كرامه وكبرياء نزلت بالجيتار لا نزلت من غير اي جيتار ولا اي حاجه وبعدين بعدين بقى حصل ان كنا واقفين عادي وقتها بالليل بقى حصل الضرب اللي احنا لازم نمشي من الميدان المهم مشينا فقالوا لنا ننزل يوم 28 فنزلت برضو معاهم يوم 28 كان يوم طبعا دموي جدا ومش حلو فضلنا مكملين اليوم هدفنا الرئيسي في الحياه ان احنا لازم نروح ميدان التحرير على كوبري قصر النيل وزي مع الشباب كلنا المهم فضلنا قاعدين نعافر لغايه لما وصلنا رحنا ميدان التحرير ومن هنا بقى ابتدت قصه ال 18 يوم بقى انا كل يوم بتقابل ناس تشوف الشعب المصري تتعرف على قعدت ال 18 يوم في الميدان لا مش يعني بروح احيانا وباجي وكده تعرفت بقى على الناس وشفت الشعب المصري اللي هو يعني شفت احسن ناس قابلتهم في حياتي ومش من ساعتها مش عارف يعني انسى الناس دي وحاسس ان هو دي يعني حياتي ابتدت ليها هدف او ليها معنى من الوقت ده قبل كده كانت الحياه يعني مش متذكرها حتى كويس انت نزلت 28 شريف بعديها بعد 28 ايه شفت ايه؟ نفس اللي كريم الامير بيقوله كريم يعني في حاجه يعني اتذكرها كويس قوي استغربتها
لا يعني وانا رايح كنت متوقع ان انا هقابل بقى زي ما في التلفزيون قاعدين بيقولوا لنا بلطجيه وفي مش عارف ناس مش عارف عامله ازاي وكده. اكتشفت يعني وانا داخل حتى الناس اللي بتفتشني باحترام زياده، اللي هو ايه ده مش مصدق اللي كان بيتقال في التلفزيون. بعد كده دخلت لقيت موضوع مختلف تماما عن اللي كان في الاعلام بيتقال او معظم الاعلام يعني، وبالعكس الموضوع ناس كلها كويسه جدا والناس كلها فعلا جايه عشان رساله معينه. بس اول اغنيه كانت ايه في الميدان؟ اول اغنيه الفتاه بوقت الميدان كانت اغنيه صوت الحريه، وكان معايا هاني عادل وانا احنا الثلاثه وهاني، الفت اغنيه كتبتها ولحنتها ودخلنا بقى مع هاني عادل شاركنا طبعا فيها، كان دويتو حلو جدا وطلعت اغنيه بدون اي تفكير ودون اي حسابات، طلعت من اولى اغاني الثور، من اولى الاغاني. اسمعها بقى يا طبعا. نزلت وقلت انا مش راجع، وكتبت بدمي في كل شارع، سمعنا اللي ما كانش سامع، واتكسرت كل الموانع، سلاحنا كان احلامنا وبكرة واضح قدامنا، من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. رفعنا راسنا في السماء، والجوع ما بقاش بيهمنا، اهم حاجه حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا، لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا، وبطل طول كلمة أنا، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي، في كل شارع في بلادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، في كل شارع في بلادي، كل شارع في بلادي، في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. لفت نظري جدا الاغنيه دي، تصويرها كان حلو قوي، واتصورت في الميدان، في الميدان والناس كلها بتكمل في سينكرون، كل واحد بيقول كوبليه. مظبوط. اتصورت ازاي؟ لا دي قصة بقى كبيرة جدا، احنا عشان نصورها كان ساعتها بقى عشان ما تدخل كاميرا جوه الميدان، دي قصة كبيرة بقى.
كنا احنا بقى بنهرب الكاميرات دي اللي جوه الميدان بطريقه يعني نخبيها وحاجه كده. كان بقى طبعا معانا مصطفى فهمي اللي هو الدي او بي واللي اتشارك في الاغنيه، ومحمد شاكر المخرج، ومحمد خليفه مخرج برضه. هم الثلاثه بقى تجمعوا ان احنا ازاي ندخل الكاميرات في الاول. الفكره احنا عملناها قبليها بيوم واحنا بنعمل الاغنيه. وشاكر جه اضاف فكره الليب سينك ان الناس تغني مع الاغنيه. ودخلنا بقى كان هدفنا في الاغنيه دي ما كناش نعرف انها تبقى اغنيه ثوره ولا اي حاجه. احنا من زمان بنعمل اغاني ما او دي اغنيه يعني تبقى تنجح كده يعني. احنا كنا بنعمل اغاني طول عمرنا بس العدد الناس اللي بتسمعنا انترنت وننزل فيديو كده مش عارفين ان هي تبقى يعني حاجه كبيره كده خالص. فقعدنا نعمل كل حاجه بطريقه بسيطه جدا ودخلنا جوه الميدان وكنا يعني عرفنا ندخل الكاميرات وقعدنا نصور مع الناس ونقول لهم يعملوا ايه ونديهم اليافط ونديهم الحاجات. انا شفت ناس بسيطه جدا يعني يعني ناس عاديه جدا وعارفين يعملوا السينك حتى يعني بالزبط. بيغنوا على البلاي باك. ما احنا بقى عشان نعمل كده احنا كان هدفنا اصلا في الاغنيه دي ان احنا نعمل زي اويرنس او كامبين يعني الميدان ده مكان جامد وحلو مش زي ما انتم بتقولوا عليه في التلفزيون ومش زي ما انتم بتكذبوا اللي هو يعني وقتها كان الميديا بتقول ان في بقى بلطجيه جوه وكان فيها حمله على الميدان هجوم ان الميدان ده مكان مش حلو. فساعتها عملنا كده عشان نوري الناس اللي جوه الميدان عامله ازاي وشكلهم حلو ومبتسمين وكل انواع الناس. فكان ده هدفنا وقتها يعني. لكن حكايه بقى مطلوب زعيم الفكره جت ازاي بقى؟ انتوا كنتوا عايزين زعيم شكله ايه؟ لو احنا الاغنيه دي انا بكتب اغاني عموما انا بعملها باستثناء الاغنيه دي كتبها استاذ صفوت عبد الحليم للاسف انا عمري ما قابلته بس يعني كنت احب ان انا اقابله جدا واشكره على الاغنيه الجميله دي. وهو امال ايه يعني بعتها لك ازاي؟ بعتها لي عن طريق حد فانا خدتها عملتها يعني جت بطريقه برضو بالصدفه يعني. فانا مبسوط جدا الاغنيه دي لان هي لما سمعتها اول ما سمعتها عرفت ان انا عايز اعمل الاغنيه دي اغني نفسي نغنيها يعني. فيها مطلوب زعيم دي احنا شايفين يعني نفسنا يبقى عندنا زعيم في المواصفات دي وفي وقت من الاوقات لان او رئيس يعني هو فكره الزعيم ده ان هو موظف عندنا واحنا بنقول له يعني احنا اللي بنتحكم احنا الشعب هو اللي بيختار يعني. كان طبعا وقت نفسنا كنا نلاقي زعيم بالاغنيه بس يعني. انتوا نفسكم في زعيم او رئيس شكله ايه؟ شريف لا هو يعني يعني يمكن لو سمعت الاغنيه فعلا نفسنا في المواصفات دي يعني ممكن شويه تكون الاغنيه يعني خياليه او مفيش حد اللي هو مفيش حد فيه المواصفات دي بالظبط بس على الاقل يبقى يعني يعني يكون في معظمها يكون امين اهم حاجه يكون مش عارف انت عايز عايزين سنه بقد ايه؟ لا مش كبير يا ريت مش كبير قد ايه يعني؟ ما يعديش يعني كام يعني؟ بس السن الستينات والسبعينات اللي هم يعني الصغيرين فيه ده مش حلو خالص. في صراع اجيال رهيب في صراع اجيال رهيب انت نفسك في الرئيس الجاي يبقى شكله ايه؟ انا نفسي الرئيس الجاي يبقى يعني الشعب هو اللي اختاره. نفسي في حاجتين او يبقى بلدي فيها تعليم كويس وفيها عدل. هو الرئيس اللي جاي لو هيعمل لي الحاجتين دول انا معاه. غير كده اي حاجه ثانيه انا يعني الاول كنا خارجين من الثوره بنحلم احنا بقى عايزين نبقى قوه عظمى بقى ونبقى بلد. ودلوقتي احنا طموحنا دايما للاسف هو حاجه حزينه بتبالي بنقل يعني دلوقتي انا عايز عدل عايزين نجيب حق الناس بقى عايزين عدل والناس يبقى في تعليم وكده وقوانين وكده يعني. ان شاء الله ان شاء الله هيحصل يعني مطلوب زعيم جدا مطلوب زعيم مطلوب زعيم اتفضل. مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم لشعب كان فاعل زمن لكنه ان حتى انه صار بيدين كبار وايدين صغار مفعول بيه بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابه واللي جاب ابوه عشان يموت او ينتهي مطلوب زعيم لشعبه حكام وخانوه وتوهوا وغيبوا اللي انتبه منه وفق غموله عينه وكمموا وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوه لكنه رغم القهر قام زقر وزام
وفي اسبوعين زلزل حصون الجلادين قد النظام فرص جميل المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلى اللي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقه في المشنقة أو يرفعه على راس خازوق مطلوب زعيم ما يقولش عالخواف حكيم ويكون كمان سمعه سليم يسمع لنبضة قلبنا ويكون مكانه في وسطنا ما يعيش ابدا في القصور والبعض منا للأسف ساكنين قبور يشرب وياكل أكلنا يسمع لنا ويشور وياخد رأينا وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه بعمرنا مطلوب زعيم عالمسؤولية يكون أمين ويكون جري ويكون شجاع مش إمعة وحتة بتاع يعرف يقول الظلم لا ويموت ولا يفرط في حال مطلوب زعيم نقدر نحاسبه بالقانون أو نعزله لو للأمانة يوم يخون لا يشترط الشكل ايه لا يشترط السن ايه لا يشترط الملة ايه شرطه الوحيد يكون بشر بالاختصار مطلوب ذكر لا ان شاء الله اكيد يعني هنلاقي الذكر ده باذن الله يعني ان شاء الله اكيد يعني شايف الاسماء المرشحين كلهم ناس محترمين و... طبعا ولا انتوا عايزين شاب بتفكروا في شاب لا يعني ومش لازم يعني انا مش مقتنع ان زي اقول ان هو شاب لازم رسم يعني بس ما ينفعش يبقى مش شاب يعني يبقى يعني هو احنا بنفكر يقول لي شاب يا اما كبير جدا فاحنا عايزين برضو وسطيه وعايزين ما يهمنيش سنه قد ما يهمني هو يعمل ايه يعني كده يعني يهمني ده بس يعني انا عن نفسي بس يعني في ناس محترمه نفسي يعني بحبهم ونفسي ممكن ارشحهم كتير زي يعني مين؟ في كذا حد يعني انا يعني مع يعني انا كان احنا كلنا تقريبا مختلفين يعني ما بين البرادعي بس للاسف انسحب وما بين ابو الفتوح للاسف يعني ما بين ده وده وحاسين في حد تاني هيجي يعني يبقى مرشح انا بس انا شايف الناس المرشحه نفسها كلها يعني كويسه باستثناء في ناس مش عجباني خالص طبعا زي مين؟ ما انا مش هينفع بقى اتكلم عليهم مش موجود لا خليك ذكر قول لي زي مين لا في ناس مش يعني حاسس ان انا مش هعمل حاجه جديده لو رشحتهم يعني كاني بعيد نفسي لا لا ما تقولش لا انا بحترم ده هواري انت بترشح مين وبتفكر في مين؟ مشي يعني انسحب انسحب انا بالنسبه لي برادع يعني يعني بس مش عارف دلوقتي يعني مش عارف دلوقتي انت زعلان انه انسحب بصراحه قوي يعني شريف ترشح مين؟ انا كنت شايف البرادعي برضه بس يعني دلوقتي ممكن يعني ابو الفتوح ممكن بس انا بصراحه ما عنديش الوعي الكافي ان انا يعني احدد هو ده كويس ولا لا لحد دلوقتي لسه يعني البرادعي كنت درست شويه قوي يعني شفت قريت عنه حاجات وكده كده فعندي كان عندي شويه وعي دلوقتي ما اقدرش يعني احكم لسه ما عنديش ما شفتش يعني هو ما شفتش دعايه منه كفايه ان انا احكم عليه ثاني عموما في وليه حق شريف قوي ان احنا يعني
احنا دايما تلينا ما بنعرفش نتكلم في السياسه مش حتتنا, احنا بنعرف نلعب مزيكا اغانيكم كلها سياسه. انتوا بتتكلموا في اغانيكم اكتر من اي كاتب سياسي واي مقال سياسي. ما المشكله بقى ان انا واي زعيم سياسي, انا مختلف شويه مع الناس في الجزئيه دي لان احنا ما بنفهمش في السياسه ومش دي حتتنا, بس احنا بنفهم في ان احنا يعني نفهم في العدل, يعني يبقى في عدل, يبقى في حريه, يبقى في كرامه, يبقى في يعني كل واحد يعيش حاله اللي هو عايزه. الحاجات دي احنا بنفهم فيها اللي هو ازاي تبقى انسان, يعني مش محتاجه يعني حرفنه او كده. بس السياسه بقى واحنا سياسيين وبنعمل حاجات سياسيه كبيره بنحس ان احنا بناخدين اكتر من حقنا في الحته دي, لان احنا مش سياسيين, احنا بني ادمين عايزين واحد واثنين وثلاثه, عايزين حريه, عايزين نشوف عدل, عايزين نشوف عايزين نشوف ان احنا نبقى مكان احسن من كده يعني. فاحنا كبني ادمين عادي لو لقيت تحرك مواطن راكب مترو او ميكروباص او اي حاجه بيتكلم مع المواطن اللي جنبه بتلاقيه بيقول نفس الكلام, والله احنا عايزين بقى ربنا عدل, وعايزين بقى ربنا يدينا اكتر بقى ونبقى عايشين حياه احسن, يعني الكلام ده الطبيعي. بس احنا بس بنقوله بالظبط لحقوق يعني بالظبط. يعني مثلا الشيخ امام الله يرحمه هو مغني سياسي. الناس بتغني له؟ احنا بنغني له زمان, بنغني اغاني الاستاذ احمد فؤاد نجم بس عمرنا ما غنينا للشيخ امام, يعني مش غنيت له ربع تون. غنيت له ايه الاستاذ احمد فؤاد نجم؟ غنينا له على المحطه وفاليرجيس كردستان بس, وايه تاني, اغنيتين كمان ميكي ولحمه, موال الفول واللحمه, غنينا حاجات يعني من دي. انت حاطط نسر ليه على الجيتار؟ والله النسر ده صديقه ليا جابته لي, مش صديقه يعني زميله ليا. ايوه خد بالي, انا واخد بالي مفيش مشكله. وفي نفس الوقت النسر ده بالنسبه لي يعني بحب شكله, يعني احنا شكل نسر على عالم بلدي يعني بحب شكله يعني فحطه هنا على طول, بحس ان انا يعني يبقى ده الحاجه اللي انا اي جيتار هجيبه ان شاء الله هحط عليه. سمعنا ايه؟ تحب تسمع حاجه معينه؟ مصراوي. احنا ممكن نسمعك اغنيه احنا نهديها للناس في سوريا, عشان احنا هم ايام صعبه عندهم, لعل وعسى ربنا بقى بالزبط. يعني يفرق كربهم ويزيح بالزبط. الغمه اللي عندهم بالظبط, واحنا نفسنا ان ربنا يعني يحل لهم المشاكل دي كلها, وعاملين لهم نغني لهم اغنيه حلمي انا. اتفضل يلا. انا مش بنتمي ولا انحني ليك يا زماني, انا مش هتسند ولا تولد فيك يا زماني, حلمي انا أزرع ورود مكان الحدود بين البشر, أمسح دموع طفل موجوع وحاسس بالخطر, حلمي أنا فعيون الناس لكنه تاه وسط الأحداث, لكن أنا مش ناسي, أنا مش ناسي ومش قادر أبدأ من جديد, أنا مش هتأسر ولا انكسر فيك يا زماني,
مشاعر توي من بحر غرقانا فيه كل أحلامي. حلمي أنا إن العيون ما تشوفش لون الإنسان. نلغي الحروب ونجمع قلوب تدو السلام. حلمي أنا في عيون الناس لكنه تاه وسط الأحداث. لكن أنا مش ناسي أنا مش ناسي ومش قادر أبدأ من جميلة واللحن جميل و... يا رب ينصر الشعب السوري الحر يا رب. أمين إن شاء الله. بإذن الله. واضح إن الحرية مش بالسهل. الحرية مش ببلاش. مش ببلاش لا خالص. واللي بيحصل يعني حاليا في ال إن إحنا دايما عايز أقول للناس يعني نفسي أقول لهم كده يعني من خلال البرنامج بتاع حضرتك إن أنا يعني متفائل وعارف ان شاء الله يعني ربنا اسمه الحق والعدل والسلام يعني كان نقولها في الاغنيه. بس هو فعلا يعني ده هو دايما بيسدوا الطريق علينا طريق بيحاولوا يخلوه مسدود باي شكل. دايما في خرم بيطلع لهم كل مره وربنا ان شاء الله هيوفقنا والعدل هيبقى هو اللي هيحصل هو الصح اللي هو المفروض يحصل من ناحيه سوريا ومن ناحيه مصر. برضو مصر في نفس المشكله ناحيه اي بلد ربنا يعني يديها حريتها ويخليها تبقى عايشة حياة آدمية يعني البني آدم يبقى ليه حقوقه يعني وساعتها نبقى أحسن بلد أحسن من أي بلد يعني. أنا متفائل والله إن شاء الله. وأنا كمان. قول لي بقى بتفكروا في المستقبل إزاي بقى ناويين تعملوا مشروعاتكم الفنية اللي جاية؟ دلوقتي بنشتغل على ألبوم جديد بتاعنا بقى لنا سنة وشوية دلوقتي صح؟ وشغالين ألبوم اسمه سنتين وإيه؟ مش سنة وشوية لا بقى لنا ست سبع شهور. سبع شهور مثلا أنا بقى لي سنة وشوية عشان قبليهم بشوية كتابة وكده. وألبوم اسمه أنا مع نفسي قاعد قصة واحد قاعد مع نفسه بيحاول بقى يعني عارف أي شاب بيتخرج من الجامعة وكده بيبقى قاعد في البيت مش لاقي نفسه مش لاقي شغل مش لاقي حياة مش لاقي بيحب واحدة ومش عارف يبقى معاها بيواجه الحياة الواقعية بقى ويشوف النفاق ويشوف الحاجات اللي بيتفاجأ بيها أي شاب بيخلص الجامعة هو قاعد في البيت بقى ويفقد الأمل ويأس. فإحنا بقى بنعيش مع الشاب ده من أول الألبوم لآخره في يأسه وفي فرحته وفي البنت اللي بيقابلها وفي اللي بيروح واللي في بيخش. ونتكلم عن المخدرات في الألبوم ده
عن احساس يعني ازاي بنعملين اغنيه اسمها تفكر بنتخيل ان واحد النهارده ده اليوم اللي هيبطل فيه اللي هيعمل فيه يعني نتكلم عن حاجه سايكاديلك شويه يعني في مش عارف اشرحه بصراحه يعني بس ممكن كويس. نسمع حاجه من الالبوم الجديد ايه رايك طبعا ممكن نسمع حاجه فيها تفاؤل كمان عشان الناس تفكرناش بقى الناس تعبت خلاص كتر الاحباطات اللي عندها صحيح لا مش كده زهقان انا من نفسي يست من كتر يأسي ومن هنا جاني الأمل أبني كل اللي تدم ضحكت أنا وفتحت قلبي طلعت حلمي المستخبي دورت أنا ولقيته جنبي خدني معاه وقال لي عدي بكرة الشمس تطلع وتشوف الشجر ولو كملت يومك هتقابل القمر بكرة الشمس تطلع وتشوف الشجر لو كملت يومك هتقابل القمر هتقابل القمر احس جروحي على طول تايه وسار وبكره زي امبارح ومن هنا انا ابتديت فتحت عيني وصحيت وشفتها وحبيت قالت لي انت مش وحيد بكره الشمس تطلع وتشوف الشجر لو كملت يومك هتقابل القمر بكرة الشمس تطلع وتشوف الشجر لو كملت يومك هتقابل القمر هتقابل القمر بتدلني وبتفهمني عمرك ما تحس السعادة قبل ما تدوق الزعل بكرة الشمس تطلع وتشوف الشجر كملت يومك هتقابل القمر بكرة الشمس تطلع وتشوف الشجر لو كملت يومك هتقابل القمر هتقابل القمر يعني انت هتخلينا نكون متشوقين نسمع بقى بقيه الالبوم كله يعني بعد كده هيبقى في كام اغنيه في الالبوم 11 اغنيه ان شاء الله 11 اغنيه الحانك كله الحاني الحان يعني وكلام الحاني انتوا بتلحنوا مع بعض
احنا طب اللحن مع بعض يعني بعمل ميلودي بس خفيفه هم بياخدوها بقى يطوروها عشان هم الموسيقيين الحقيقيين يعني انا مؤلف. بعد كده بنطور الميلودي دي نخليها حاجه احسن. بعد كده هم برضو بيوزعوها بتبقى اكتر زي مجموعه عمل يعني بنقعد مع بعض بالظبط. حد متخصص في الايقاع والبيتس وكده تامر وادم وحد متخصص في التوزيع الموسيقي وادم برضو بيشارك فينا هواري وشريف هو كلمات من عندي وشريف مهندس الصوت بتاعنا برضو برضو يعني فبنشتغل كده مع بعض يعني. الالبوم انا نفسي اعمله جدا يعني انا نفسي حد نفسي يخلص يعني بقالنا كتير قوي شغالين. لا يلا شدوا حيلكم بقى عايزين ان شاء الله عايزين نسمعه بقى ان شاء الله ان شاء الله. تسمعونا يا مصراوي ممكن مصراوي بقى هنحتاج طبله وكده معانا فممكن نختار. طب ايه تحب ايه افرج جناحك ممكن افرج جناحك عشان الناس برضه تتفاعل ان شاء الله. انت كل حاجة بتحلم بيها انت ملك الوحيد وكل حاجة بتدور عليها جوا منك بتناديك. انسى كل اللي فات اكتب بنفسك كتاب صحي حلمك اللي مات زعقول اللي جواك. افرج جناحك وطير في الهواء سقفك بعيد فوق في السماء. افرج جناحك وطير في الهواء سقفك بعيد فوق في السماء. في لحظة سكوتك فكر وجوا نفسك دور ارسم لون وصور وافتح قلبك ونور طريقك مش بعيد صدقني انت مش وحيد. انت كل شيء جديد دلوقتي وقتك اكيد. افرج جناحك وطير في الهواء سقفك بعيد فوق في السماء. افرج جناحك وطير في الهواء سقفك بعيد فوق في السماء. ويغموا عينك ويرجعوك عاوزينك تعيش وتموت وكأنك أصلا مش موجود. افرج جناحك وطير في الهواء سقفك بعيد فوق في السماء. وطير في الهواء سقفك بعيد فوق في السماء.
جناحك وطير في الهواء. أغنية حالمة جدا الحقيقة. أنا أتصور الناس محتاجة يبقى عندها شوية، الناس عايزة عندها تفاؤل شوية. صح صح. إيه اللي حصل للناس؟ ما هو تمشي في الشارع هم معذورين برضو، يعني متشرة ومتضايقة جدا. إيه اللي حصل؟ هم معذورين برضو، يعني ظروف الحياة صعبة جدا بالنسبة لأغلب المصريين، ومش كل المصريين يعني حياتهم كويسة. وفي نفس الوقت الأصعب من كده بكتير إن إحنا دلوقتي مش عارفين بكرة فيه. فيعني منتهى يعني حاجة مش لذيذة خالص، أنت تبقى عايش مش عارف بكرة فيه إيه، ومش عارف إيه اللي هيحصل، وكل حاجة مش واضحة، كل الناس داخلة في بعض وبتشتم في بعض، وجو كده مكهرب شوية الأيام دي. بس إن شاء الله أنا متفائل ومتأكد بإذن الله إن الحياة إن إحنا نكسب، الثورة هتكسب. إيه هو بكرة فيه إيه؟ بكرة طمني يعني. مفيش بكره الخميس. بكره الخميس. لا انا يعني شايف الناس اصلا هي من الاول اصلا كانت كده، وبعدين جالها فتره بقت مبسوطه، وبعدين رجعت دلوقتي للطبيعه تاني. يعني مش حاسس، يعني انا حاسس ان الناس على طول كانوا هم يعني متضايقين. ف من ظروف الحياه يعني. ظروف الحياه طبعا صعبه جدا يعني. يا شريف لك يعني. انا متفائل قدام يعني. بس انا عارف فتره يعني طبيعي بعد يعني الثوره لازم الدنيا بتبقى مش يعني لازم يحصل اللي بيحصل ده احداث كده، بالذات ان ما في يعني احنا ماشيين بريد بطيء قوي يعني. الحكومه والجيش والكلام ده مش بيساعدونا، مش بيساعدوا يعني. مش شايف ان هم ماشيين براحه جدا، مش ماشيين بريت يعني الطبيعي بتاع ان هم ان احنا بنطور يعني. بس والمشاكل اللي كل شويه تحصل دي ربنا يستر. ربنا يستر فعلا. ان شاء الله خير. ربنا يستر. يمكن دلوقتي في كان في منذ لحظات كان في اطلاق نار قريب من مدينه الانتاج الاعلامي، ومعلومات اللي عندنا ان اجهزه الامن بتطارد بعض البلطجيه من امام مدينه الانتاج الى ميدان جهينه هنا في اكتوبر. يعني ربنا يستر احنا مروحين النهارده. ربنا يعدي على خير. راح نروح مع بعض بقى ان شاء الله. هنمسكهم لكم لو عايزين. نسمع غريب في بلاد غريبه؟ ممكن. ما لاقي قوي على الموقف ده. ماشي مع الموقف ده. في وشوش الناس انا اتأملت، وفهمت معاني واتعلمت، شفت الغلبان المهموم، وشفت الشر جوه العيون، شفت الدين والإيمان، شفت الفكر والنسيان. غريب في بلاد غريبة، غريب في بلاد غريبة، في بلاد غريبة. انا شفت ناس تتبع بالمال، واب بيشق على لقمة حلال، يتعب الشايش للهم، وافرح يزعل مش مهم، وفلوس كتير زي المطر، وناس غلابة ياكلوا الحجر، وانا غريب في بلاد غريبة، غريب في بلاد غريبة، في بلاد غريبة.
شغالة والرز عال وناس تتبطر وتشكي الحال شباب كتير عاوز يتغير مش لاقي حلمه نفسه يعبر واللي ساب حبيبته وتفرقوا وضاع الحلم عشان انا عشان انا غريب في بلاد غريبة. جميل جدا يا امير والله, جميل جدا يا واري انت وشريف, حاجة بجد يعني بنسمع مزيكا بيقولوا كده بالبلدي بتنظف الودان. شاكرين جدا. شوفوا يعني كان في حالة شوشرة موجودة قبل كده, كان في ضوضاء, في أصوات وحشة تغني وكلمات وحشة وكليبات وحشة. تفتكر الثورة خلصت الحاجات دي خلاص؟ لا لسه. وأنا يعني برضه عشان ما أتكلمش من منطلق أنا ما بقاش يعني, أنا بالنسبة لي عشان أكون صريح مع نفسي يعني أنا مش مطرب أو في ناس مطربين بجد ومغنيين بجد بيغنوا. انا يعني زمان كنت بحاول اخلي حد صوتك جميل ما شاء الله يعني كنت بحاول اجيب حد يغني اغانينا زمان يعني يجيب حد يغني مكان يعني بس ما كانش في حد يعرف يحسها زينا يعني. بس انا لو في مطربين, في مطربين كتير وفي فرق كتير في مصر بجد مشرفه لينا كبلد. في ناس يعني طرب, في فرقه اسكندريلا, وفي حمزه نمره, ناس يعني تفرح لما تشوفه. صحيح. وفي ناس من قبل الثوره ناس كويسه جدا برضو يعني. بس احنا اللي هي حته الفساد دي ما هو نفس الفكره في المزيكا زي نظام البلد, احنا بنحاول بتحاول تقضي على يعني كلهم بيسمعوا بعض. بالظبط يعني. انا سعيد جدا بوجودكم النهارده معايا, احنا مبسوطين جدا. وانا قبل ما اختم حواري عايز اشكرك يا امير واشكرك يا واجد الشريف, شكرا جدا. وهتختاروا لنا اغنيه نختم بيها والتترات, الاستاذ محمد بلاح ينزل التترات على الاغنيه, فتختاروا يا الميدان يثبت مكانك, تحب تختاروا ايه؟ احنا لعبنا الاثنين فممكن نلعب بقى ايه, احنا جاي على طلبات عليها كتير اصلا. يا الميدان, يا الميدان يثبت مكانك. شوف بس قبل اثبت مكانك يا الميدان. طيب تختار. طيب قبل انا قبل ما اختم انا بشكركم جدا, دي كانت حلقتنا النهارده من 90 دقيقه. بكره انتظرونا حلقه مميزه جدا من برنامج واحد من الناس الساعه 10:30 بالليل, ارجوكم تابعونا. هيكون معانا النجم الجميل محمد فؤاد في اول ظهور اعلامي ليه منذ فتره طويله, والحلقه هتكون مليئه بالاخبار الساره جدا بالنسبه لما يخص الوظائف والعلاج وغيره, فارجوكم تابعوا غدا واحد من الناس. بشكركم جدا, دي كانت حلقه النهارده من 90 دقيقه. هنضم لكم بقى كده عشان ايه تغنوا وتنزل تترات علينا ان شاء الله. اتفضل. اثبت مكانك هنا عنوانك, ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك. اثبت مكانك ده نور الشمس راجع, يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع. اثبت مكانك ده عينك شايفة الدليل, ابعد عنهم وسيب الحيطة عليهم تميل. اثبت مكانك انت نور وصوت الحرية خلاص اتنبح, كلامك ما بيتفهم, احساسك ما بيتوصفش, كلامك ما بيتفهمش, احساسك ما بيتوصفش. انت بتقول كرامة هما يردوا بمهانة, انت بتقول العدل بيقولوا عنك ند.
اثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره مخانك اثبت مكانك انت نور الفجر وهتافك صوته اعلى صوت الرصاص والغدر اثبت مكانك ودعي ويا الهدان لك رب اسمه الحق والعدل والسلام اثبت مكانك وكتفك في كتف اخوك لو مهما راح تروح الفكرة مش هتموت كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش انت بتقول كرامة هما يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك ندل احساسك ما بيتوصفش كلامك ما بيتفهمش احساسك ما بيتوصفش انت بتقول كرامة هما يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك نادل